الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. باسمكم وباسم فريق العمل نرحبوا بضيفنا، اهلا وسهلا بكم شيخ خالد. حياكم الله، مرحبا بكم، حيا الله الاخوه والاخوات، اسال الله يجعله لقاء نافع مباركا. اللهم امين. قبل استقبال اسئله الاخوه والاخوات، لدى هذه القناه حمله مباركه باذن الله عز وجل، هي حمله بلا تدخين للتحذير من هذه الافه التي تحاربها كل المجتمعات حتى المجتمعات غير المسلمه. هل من كلمه في مطلع هذه الحلقه عن ضرر التدخين وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة وأيضا جهود الأفراد في محاربة مثل هذه الظاهرة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم صل وسلم. فلا ريب أن الشريعة المطهرة السامحة التي جاء بها سيد الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اتسمت ب كل ما فيه مصالح الخلق، فجمعت مصالح الخلق في دينهم وفي دنياهم، وشرعت من الأحكام والنصوص والفرائض والشرائع ما يحقق صلاح المعاش وصلاح المعاد. وكان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفه الله تعالى بها في تمييزه وبيان ما جاء به، قال جل في علاه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن أوصافه صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله تعالى من أنه جاء بإباحة الطيبات، والطيبات هي كل ما يطيب به حال الإنسان في معاشه وكذلك في معاده، ومن ذلك المآكل الطيبة، فإنها من الطيبات التي أحلها الله تعالى لنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فذكر الله تعالى إباحة الطيبات في جواب السائل عن ما الذي أبيح وأحل لهذه الأمة. وبالتالي كل ما ليس بطيب فإنه لا يباح، بل هو مما يمنع منه الإنسان، ولذلك قال: ويحرم عليهم الخبائث. والمقصود بالخبائث هنا الخبائث ما يعود على الإنسان بالخبث والشر والضرر، سواء في العاجل أو في الآجل، لأن الخبث لا يلزم أن يكون آنيا كما لو شرب سما هلك في ساعته، قد يكون الهلاك والخبث ناتج عن تراكمات يأتي بها هذا المسلك الذي يأخذه الإنسان فيما يأكل أو يشرب أو يتعاطى. الدخان هو من الخبائث مما لا يختلف فيه أحد ولا يمتري فيه حتى الذين ابتلوا به، ولذلك اتفق الناس والبشر والأنظمة والقوانين في الدنيا كلها على تضييق النطاق فيما يتعلق بالتدخين، لا في الأماكن العامة ولا في التجمعات ولا في التحذيرات والتنبيهات ولا في وسائل الإرشاد إلى المسالك الصحية الرشيدة، مجمعة بكل اللغات وبكل الثقافات على أن هذا المسلك يعود على الإنسان بالضرر، على أن التدخين ضرر عاجل أو آجل. فبالتالي لا يمكن أن يخرج الإنسان في نظره إلى هذه القضية من هذا الإطار الذي تواطأت عليه الآراء وتوافقت عليه البشرية في كل جهاتها. ولهذا التدخين بكل صوره، سواء كان ذلك عبر السجائر أو عبر السيجار أو عبر الشيش أو عبر وسائل أخرى سواء إلكترونية أو غير إلكترونية، كلها تجتمع في أنها مضرة وأنها يترتب عليها إعطاب وإفساد للخلقة التي خلقها الله تعالى من حال الصحة والاستواء في بني آدم. ولهذا تجد أن
الإرشادات الطبية متواطئة، بل حتى في بيع هذه المدخنات أو التدخين على شتى صورها يرافقها إلزاما من الجهات المختصة التحذير والتنبيه إلى أنها تؤدي إلى أمراض. وبالتالي ينبغي للإنسان الراشد العاقل الرشيد أن يبادر إلى التخلص من هذه اللوثة وهذه المنقصة، وذلك بالحزم، فإنه لا يمكن أن يدرك ذلك إلا بالحزم. المناقشة في الحل والحرمة هو نوع من العبث، لأن الضرر فيه ظاهر وبين وواضح وجلي، وبالتالي يجب على الإنسان أن يخرج عن الدائرة هذه، لأن عامة العلماء المعاصرين متفقون على أن التدخين مضر وأنه محرم. قد يقول قائل هناك من يقول بالكراهة، أو كل هذه الأقوال هي نوع من إيجاد ثغرات ليلبي رغبة في نفسه، وهي الاستمرار على هذه العادة السيئة وهذا العمل المفسد لبدنه، والراجع عليه بإفساد ماله بمسوغات لو تأملها ونظر فيها نظرة فحص لوجد أنها لا تسمن ولا تغني من جوع. ولذلك أنا أدعو نفسي وإخواني الذين يعني لهم توجيه ولهم أن يؤكدوا هذه المعاني، أن هذا التدخين مضرته ظاهرة لا تحتاج إلى مناقشة، والذي ينبغي أن ننتقل من تقرير خطورة التدخين إلى طرق المعالجة، وأنه ينبغي أن لا يتأخر الإنسان في المعالجة قبل فوات الأوان، فإن المبادرة بالمعالجة ولو امتدت سنوات التدخين أو امتد وقت الإنسان في التورط بهذه العادة السيئة إلا أنه يمكنه التراجع، يمكنه الخروج عن ذلك، والشواهد على هذا كثيرة، وثمة دور وجهات طبية وجهات مساعدة توجيهية تساعد الإنسان في الخروج من هذه العادة السيئة، وتعينه على سلوك المسلك الرشيد بالبعد عن هذه المفسدات البدن. ولهذا أقول من المهم أن نبادر إلى أخذ الخطوات، ولو سلك في ذلك مسلك الطب والتوجيهات الطبية في ذلك كان أعول له وأسهل في التخلص من آثار هذه العادة المدمرة، تدمر الصحة بكل صورها، تدمر الجهاز التنفسي، تدمر القلب والشرايين، تضعف البدن، لا تترك جزءا من الأجزاء إلا تصيبه بعطب. ولك أن تتخيل لو أن أحدنا دخل مكانا فيه احتراق وعجب الدخان الذي نتج عن هذا الاختراق، كيف يفعل؟ يكاد أن يختنق. هو في الحقيقة الآن مدخن بأي صورة من صورة التدخين، يأتي بهذا إلى نفسه بوضعه في فمه، سواء من طريق السجائر أو من طريق الأرجيلة أو الشيش أو غير ذلك مما يتعاطاه الناس يوميا وعدة مرات، يوميا وعدة مرات، وقد ينعكس هذا على ولده وعلى ذريته وعلى أهل بيته، إذ يرونه يصبحهم ويمسيهم بهذه الروائح الكريهة التي تؤذي الحاضر العارض، فكيف بالمرافق الدائم، فكيف بالمتعاطي الشارب لها. أسأل الله أن يعين على الرشد وأن يقينا وإياكم شر الشر. بعض الناس قد يسوغ مثل هذا، ونرى مدخنين لسنوات ما يجيهم شيء، يعني الحالات النادرة هذه ليست حجة في استمرار الخطأ. أنت لك أن تنظر في نسبة وعدد الذين ذهبوا ضحايا لهذا العمل، كونوا نجا واحد أو اثنان أو ثلاثة أو ما إلى ذلك، هذا لا يعني أن هذا المسلك لا يؤثر وأن التدخين لا يضر، بل هو ضار بالتأكيد وبالدراسات وبتواطؤ البشر على ذلك، فينبغي السعي إلى الخروج عن كل المبررات التي تبرر الاستمرار في الخطأ. الرشد يحتاج إلى عزيمة ويبدأ بخطوة، فاستعن بالله ولا تعجز، ومن يستعن بالله يعين، أعاننا الله وإياكم على الرشد. اللهم آمين. نبدأ باستقبال بعض الأسئلة في تويتر. الأخ سراج يقول صلى صلاة العصر مع الإمام ويقول فاتتني ركعة، وعندما كانت الركعة الثالثة جلس الإمام سهوا ثم نبه،
ثم قام وأتى بالرابعة وسجد للسهو. يقول الآن أنا سأتي بالرابعة لأني فاتتني الركعة الأولى، يقول هل لي تكفي هذه سجدة الإمام للسهو أو أن لي أن أسجد للسهو؟ هو إذا سجد مع الإمام فقد تابعه في سجوده، وبالتالي هذا لا يعتد به فيما يتعلق بالسهو، لأن سجود السهو لا يكون إلا في آخر الصلاة، وبالتالي إذا كان قد أدرك السهو فإنه يسجد له في ختم الصلاة ولو سجد له مع إمامه. أستاذك استقبال بعض الاتصالات من السعودية. أم محمد فضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. شيخ عندي سؤال، الوالد الله يحفظه قرر أنه يوقف البيت اللي أسكن أنا وأمي والذي هو تحت ملك الوالد، حيث ننتفع بسكناه ما دمنا أحياء موجودين فيه أنا وهي، واللي نرغب بسكناه معنا. طيب. هل الوصية بهذا الشأن جائزة في الإيصاء بمنفعة الوقف وحكر المنفعة علينا ونحن من الورثة؟ طيب. طيب. شكرا لك محمد. ما معنى؟ من السعودية محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. السؤال الأول. تفضل. قضاء الحاجة الله يكرمكم، بعض المرات ينزلوا من قطرة من دول، بعض المرات يدرسون وليس عندي سادة سكون، وأغلب المرات يعني بعد بعد أن تنتهي من التنظيف يعني الاستنجاء. قصدك بعد أن تنتهي من الاستنجاء يكون هذا؟ نعم بعد الاستنجاء ما رأيك في قطرة القطرتين؟ طيب. سمعت المعفو الأب لكن هالنزل إذا فوق القطرة. طيب. وكيف أرد يعني. طيب. سؤال ثاني. سؤال ثاني الأربع قبل العصر يعني كيف أنويها؟ وحيد دخلنا في سنتين أنويها أربع سنة ولا كيف؟ طيب. والله. شكرا جزيلا. أمة الله من العراق، تفضلي يا أمة الله. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك. الشيخ نسأل بن عبد الرحمن. تفضلي. ولدنا لي كان عنده تشوه خلق بالقلب والرئة. الله يشفي. طيب. عدة أطباء قالوا هذا الطفل لا حول ولا قوة، ما يعيش إلا الله سبحانه عز وجل يرحمه، أو هذا الطفل إلا الله سبحانه عز وجل يرحمه وما يعيش إلا عملية في حال أمريكا أو إسرائيل، بدول العربية ما يعيش عملية. طيب السؤال. عاش هذا الطفل 5 أشهر بس عاش بوضع حيل مأساوي صعب، بعد هذا الطفل بعد 5 أشهر مات، يعني كل أعدة دعاء وصيام وتسبح وتطوع ودعاء من الليل الثالث الليل الأخير، هل دخلين دعاء لله عز وجل أنه من وفى الصابرين أجورهم؟ قصدك صبرك على وفى الطفل؟ صبرك قصدك على صبر الطفل أو صبرك أنت على مرض طفلك؟ صبري على مرض الطفل. طيب. والطفل يعني هو زي يعني هو حديث الولادة في حالة، فأنا يعني كل يوم إن شاء الله حول الله وتلا بالله حيث صعب علي. طيب. تسمع وبعد المشايخ يقول يعني هذا طير من طيور الجنة، كيف يعني طير من طيور الجنة؟ طيب. شكرا جزيلا. وياك. علي من السعودية، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. والله أنا لي فترة طويلة ما أمشي ما أتحرك. طيب. بعدين البول يعني يجي على ملابسي وهذا يعني بين فترة وفترة يعني ما أتطهر إلا وقت معين، هل أجوز لي أجمع صلوات؟ يعني بدي أصلي المغرب مثلا يطهروني عشان أصلي المغرب والعشاء، بعد إذا تعدى ساعة ونص ساعة نجلس مرة ثانية. طيب. هل أجوز جمع صلوات؟ تسمع يا أبشر. شكرا. العصر والمغرب والعشاء. شكرا يا علي، أبشر. خالد من العراق، تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. كيف حالك شيخ خالد؟ والله إني أحبك في الله. حبك الله يحييك، حبك الله حبتنا فيه، الله يحفظك. تفضل بسؤالك. معنا خالد. عندي 3 أسئلة، الله يبارك فيك. وفيك، تفضل. السؤال الأول، أنا اشتريت قطعة أرض سكن على أساس أنه أنا راح أبني بينه بيت وأسكن بينه. فالأرض صار تقريبا أكثر من 6 سنوات، هل تحت غيرت نيتي أنه أريد أبيع الأرض؟ وراح استفاد من الارض، فهل ادفع زكاته عندما ابيعه لو ادفع زكاته عن هالـ7 سنوات اللي مضت؟ واحتمال ابيعه يعني مثلا خلال شهر او شهرين، احتمال اكثر من سنه ما ينباع. السؤال الاول. طيب. السؤال الثاني يا شيخ، شو اسمه الزكاه
يجوز أنه أعطيه للرجل وأنا أعرف أنه ما يصلي بس الخاطر أطفاله أهله. طيب السؤال الثالث. والسؤال الثالث مساعدة المريض أو إعطاء أجر مثلا للمريض لعملية أو لشيء ما أو لحالة معينة، هل يعتبر من الصدقة الجارية؟ أو لرجل مثلا ما عنده بيت نكمل بناء بيت، هل تعتبر من الصدقة الجارية؟ طيب طيب، وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أبو مشعل من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يعطيك العافية، عندي سؤال. إذا بإمكاني إني أحصل على رقم الشيخ أو إني أتصل بعد البرنامج. طيب طيب، أنتم اللي يريد رقم الشيخ يأخذ الرقم مباشرة قبل يطلع على الهواء، أفضل حتى يعطونه. طيب طيب، عطنا سؤالك. إذا السؤال غير خاص. أبديني أكلم الشيخ. طيب. سؤالي خاص. اتصل على الزملاء في الكنترول ويعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا يا أبو مشعل. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. الأخت محمد من السعودية تقول: والدي أوقف البيت الذي نسكن فيه واشترط أن يستخدموا هذا البيت هم ويستفيدوا منه حتى موته، حتى موته أو لا حتى موتهم هم، فهل يجوز هذا الشرط؟ وهل يجوز أن يوقف شيء يعتبر من تركة الورثة؟ هو إذا كان هذا الوقف مضاف إلى ما بعد الموت، بمعنى قال هذا البيت وقف بعد موتي، فهو وصية بالوقف تكون من الثلث، واضح؟ إذا قال هذا البيت وقف بعد موتي سواء على هؤلاء أو على غيره، فهو وصية يكون في الثلث، بمعنى أنه إذا كان البيت يمثل الثلث فما دون فوصيته نافذة، أما إذا كان البيت ثمنه وفي الوصية أكثر من الثلث بمعنى أنه لم يترك إلا البيت، هنا يقال لا تمضي الوصية إلا في الثلث من البيت، في قدر الثلث من البيت، وما زاد فهو موقوف على إذن الورثة. هذا ما يتعلق بأصل المسألة، وهي إذا كان قد أوصى بالوقف، أما إذا كان أوقفه الآن قال هذا وقف على زوجتي وابنتي، فهذا وقف منجز ونافذ في الحال، هل يجب عليه أن يعدل بين أولاده في الوقف سواء في حياته أو في وصيته بعد موته؟ للعلماء في ذلك قولان، جماهير العلماء وهم مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجب التسوية، لا سيما إذا كان التخصيص لمعنى، حتى لو عين لكن لمعنى، بمعنى أنه عين البنت لأنها لا دخل لها أو لا زوج لها أو ما أشبه ذلك، حتى ولو مصرح، لكن المعنى هذا ملاحظ أنه هناك معنى للتخصيص، يعني خص زوجته وابنته، الغالب أن ذلك لسبب، فإذا كان هذا لسبب ولو كان هذا السبب لم ينطق به، إنما فهم وعرف من جهة سبب التخصيص أو تلمس التخصيص، ففي هذه الحال ينفذ ما أوصى به ولو كان عين الموقوف عليه بالاسم وليس بالوصف. والقول الثاني أنه ليس له أن يفضل بعض ولده على بعض، ولكن إذا علق بوصف فإنه ينفذ ما علقه بالوصف، مثل أن يقول هذا وقف على المحتاج من أولادي أو على من لا زوج لها من بناتي، فهنا هذا وصف متى وجد استحق، فليس فيه تخصيص بعين إنما تخصيص بوصف. إذن التخصيص بعين للعلماء فيه قولان، الجمهور تخصيص الوقف منفعة الوقف لمعين للعلماء فيه قولان، جماهير العلماء ومذهب الأئمة الأربعة على أنه لا بأس به ويجوز، واحتجوا في ذلك بأثر عن الزبير أنه خص بعض ولده بالوقف، وأنه أيضا له أن يبتدئ الوقف، فبما أنه له أن يبتدئ الوقف ولا يبتدئه فتخصيصه يرجع إليه. أما القول الثاني فهو أن الوقف لا يصلح أن يكون فيه تفضيل، بل الواجب التعديل بين الأولاد، وهذا قول عند الحنفية وبه قال جماعات من أهل العلم من سائر المذاهب. الأقرب والله تعالى أعلم أنه إذا كان هذا الوقف لمعنى كما ذكرت
لمعنى ولو لم يصرح به فإنه يعتبر ما خصصه لأنه أخرجه من ما من ملكه على وجه يراه وهو ليس تمليكا حتى يقال إن هذا تفضيل مطلق، إنما هو إباحة منفعة، وبالتالي لا حرج في هذا، فتنتفعين أنت وأمك بهذا البيت ما دمتم أحيان، إذا استغنيت ينتقل إلى من بعدكم، بمعنى أنه إذا قال لا أنا ما أريد، هي قالت أنا ما أريد، أو الأم قالت ما أريد، فينتقل الوقف إلى من بعده إذا كان قد سمى من بعدهم في الوقف، أو يكون منقطع الانتهاء، وبالتالي يجري فيه ما ذكره العلماء من التصرف في الوقف المنقطع الانتهاء. الأخ محمد السعودية سأل عن كونه ليس مصابا بسلس البول، لكن قد يكون بعض القطرات من البول بعد أن يستنجي، يقول هل هذه يلتفت لها أو هذه من الأشياء التي يعني تغتفر؟ لا، وإذا كان معه خارج فينتظر حتى ينقطع الخارج، لا بعد أن ينتهي، بعد أن يستنجي ويتوضأ يقول يخرج معي بعض القطرات، قطرة أو قطرة. إذا كان هذا يقول ليس دائما، إذا كان غير منتظم بمعنى أنه لا يستطيع أن يتحكم فيه وغير محدد بوقت، ففي هذه الحال هو في حكم سلس البول ما دام أنه شيء مستمر، بمعنى أنه مستمر من جهة عدم انتظامه وعدم إدراكه، فالمشقة تقتضي أن يعامل معاملة من حدثه دائم إذا كان هذا مستمرا. أما إذا كان هذا منقطع بمعنى أنه يعرف أنه بعد ربع ساعة عشر دقائق سيخرج شيء، ففي هذه الحال ينتظر حتى يخرج هذا الخارج ويتوضأ ويستنجي ويتوضأ. شيخنا القطرة والقطرتين مثلا في الدم هل تغتفر؟ يعني ربما يكون فيه شيء من اللبس. لا، الدم يختلف، يختلف الدم. عن خروجه لا ينقض الوضوء، خروج الدم خروجه لا ينقض الوضوء، هو الكلام على نقض الوضوء وليس على النجاسة التي تصيب الثوب. في البول خروجه ينقض الوضوء ولو قطرة، أما الدم إذا جرح فإنه لا ينتقض وضوءه. مسألة ما أصابه من الدم هل هو نجس أو لا، هذا يرجع إلى ما ذكره العلماء من الاختلاف في حكم دم الآدمي أنجس هو أم لا، والعلماء في ذلك قولان، عامة العلماء على أنه نجس ولو كان من غير مخرج البول الغائط، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس بنجس، وهذا القول لعله أقرب إلى الصواب، وهو الأظهر في عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، وقد جاء عن ابن عمر أنه مس شيئا في وجهه فعصر شيئا في وجهه فخرج دم، فهذا يدل على أنهم لا يعتبرونه نجسا، ولو كان نجسا لتوقوه واحترزوا منه، وليس ثمة دليل صريح في نجاسة الدم دم الآدمي. الأخ علي سأل سؤال في الطهارة أيضا، يقول أني الآن لا أستطيع أن أتحرك، حالة الصحية يقول، فيقول البول قد يخرج علي وقد ينجس ملابسي ويشق علي أن دائما أتحرز من ذلك، هل يجوز لي أن أجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ مدام أنه تلحقه مشقة بالصلوات في أوقاتها الخمس، نعم يجوز له الجمع على الصحيح من قول العلماء، لأن الجمع يجوز للحاجة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا لما سعيد بن جبير الراوي قال لابن عباس لما عمد إلى ذلك، ليش سوى كذا، لماذا فعل هذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. اللهم صل. الأخ محمد سأل عن الأربع ركعات التي قبل صلاة العصر، يقول كيف أنويها، هل أنويها مثلا دخلت المسجد أنوي مثلا الركعتين الأولى أنها تحية المسجد، أو أني أنويها كلها أربع قبل صلاة العصر، كيف الفضيلة منوطة بصلاة أربع قبل العصر، ويكفي هذا في تحصيل الفضل إذا صلى أربع، سواء نوى تحية مسجد ثم زاد ركعة ثانية لاتساع الوقت، تسليمة ثانية لاتساع الوقت، أو أنه من الأصل نواها أن يصلي أربعا حتى يدرك هذه الفضيلة، الأمر في هذا واسع. ما رحم الله من أن صلى قبل العصر أربعا، وهذا ليس فيه تحديد أن ينويها بعينها، بل إذا وجد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى أربعا فقد تحقق له ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء رحم الله من امرأ صلى قبل العصر
أربعا، جعلنا الله وإياكم من المرحومين. اللهم أمين. الأخت أمة الله من العراق تقول ولد لي مولود فيه تشوهات في القلب وكذلك الرئة، وقرر أو توقع الأطباء أنه لن يستمر كثيرا بالأشهر ثم يموت، إلا بعملية قد تكون شاق عليهم في السفر ومبلغ كبير. تقول بعد 5 أشهر توفي. تسأل عن أمرين، تسأل عن صبرها على هذا المولود وفي حال حتى مرضه وحال وفاته، وتسأل عن الأمر الثاني. تقول أسمع كثيرا ممن يقول أن هؤلاء الذين يموتون في يعني السنوات الأولى هم من طيور الجنة، هل هذا صحيح أم لا؟ ما في شك أن أجرها بصبرها على ما أصابها من عناء بملاحظة هذا الطفل ورعايته والقيام عليه زمن مرضه وكذلك ألم فقده بعد موته، لا شك أن هذا مما يؤجر على الإنسان بلا شك. إذا كان الشوكة يشاكها المسلم يحط الله تعالى بها من خطايا، فكيف بفقد الولد الذي والصبر على معاناة ما نزل به من ألم، لأن معاناة الوالد لمصاب ولده ليست بالأمر اليسير. أحيانا يتمنى الوالد أن يكون ما نزل بولده قد نزل به وسلم ابنه أو بنته لشدة رحمته وشفقته عليه، وبالتالي رتب الأجر العظيم على الصبر على فقد الأولاد كما جاء ذلك في عدد من الأحاديث النبوية. ويكفي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أصيب بصفيه، من قبضت صفيه فصبر فله الجنة، والولد هو من أصفى من يكون قربا ومنزلة عند والده ذكرا كان أو أنثى، أما كان أو أبا، وبالتالي أرجو أن يعظم الله تعالى لها الأجر وأن يفيض عليها من فضله وإحسانه وأن يعيضها خيرا وأن يفرغ عليها صبرا، وتبشر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما ما يتعلق بمآل الأطفال بعد موتهم فهذا إلى الله عز وجل، لكن يرجى لأطفال أهل الإسلام أن يكونوا من أهل الجنة وأنهم فرط وشفيع لوالديهم، لكن الجزم بذلك لا يصار إليه لعدم العلم بالمآلات، فالله أعلم بما كانوا يعملون. وقد قالت عائشة لصبي أو صغير صلي عليه طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقالوا ما أدراك يا عائشة، الله أعلم بما كانوا يعملون. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الجزم بدخول الجنة، ولذلك لا يجزم لأحد صغير أو كبير بدخول الجنة إلا ما جاء به النص عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى وسلم، فمن قال إنه في الجنة فنؤمن أنه في الجنة تصديقا له صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن لم يخبر بشيء في شأنه فينبغي الإمساك. الجنة ليست هبة يعطيها الإنسان من يشاء ويمنعها ويحرمها من يشاء، إنما هي فضل الله عز وجل ومنته على من يشاء من عباده، وهو أعلم بمن اتقى سبحانه وبحمده. الأخ خالد من العراق سأل عن أرض، قطعة أرض، يقول منذ سنوات وأنا أريد أن أبني عليها مسكنا لأسكن فيه، لكن الآن تغيرت نيتي منذ أيام، هل أزكي 3 سنوات أم لا؟ أريد أن أبيع هذه الأرض. هو ملكها للتجارة؟ لا، هو ملكها يريد أن يبني عليها مسكنا. ثم تغيرت نيته بعد 3 سنوات، تغيرت النية، الآن يقول قد تستمر هذه النية مثلا أشهر أو سنة ولا تباع الأرض، كيف حساب الزكاة؟ ليس في هذه الأرض زكاة، ما شراه الإنسان اقتناء إما لسكناه أو للعمار عليه أو لبنايته وتأجيره أو غير ذلك من المقاصد التي يقصد بها الناس شراء العقارات، وليس في نيته المتاجرة بها بالبيع والشراء، فهذه لا زكاة فيها. ولو تغيرت نيته بعد ذلك، بمعنى شراء أرض للسكنة ثم بدأ له أن يبيعها ويشتري غيرها ومكث سنة أو سنتين وهو عارضها للبيع، هذا لا زكاة فيه على الراجح من قول العلماء، وهو قول الجمهور وقول جمهور العلماء، لأنه من شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن يملكها الإنسان بنية التجارة، ومعنى نية التجارة نية البيع والشراء، التكسب بالبيع والشراء،
وأما إذا كان يقصد بها الاستثمار لعبارتها وتأجيرها فهذه لا ليست مما يدخل في عروض التجارة فلا زكاة فيها. والخلاصة أن هذا لا زكاة عليه ولو تغيرت نيته والله أعلم. يريد أن يعطي الزكاة لعائلة لكن وليهم لا يصلي، يقول أنا أريد لهؤلاء الأطفال لتلك الزوجة أن أعطيهم من هذه الزكاة ولا أحرمهم منها، فهل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأسرة ربها لا يصلي؟ نعم يجوز، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. فإذا قامت هذه الأوصاف في أحد من أهل الإسلام فإنه يعطى، كونه لا يصلي هذا بالتأكيد جرم عظيم وإثم كبير وخطر جسيم ونذير شر، لكن الحكم بالكفر مسألة أخرى غير الحكم بخطورة الفعل وشره، حتى على القول بكفر ترك الصلاة فإن هذا لا ينزل على كل أحد هكذا دون توافر الشروط وانتفاء الموانع، النظر في توافر الشروط وانتفاء الموانع، بالتالي يجوز إعطاؤه من الزكاة لقضاء حوائجه هو أو لقضاء حوائج أسرته، لا سيما إذا كان كما ذكر أن أسرته في حاجة وفاقة وفقر يحتاجون إلى من يعينه، ولعل إعطاءه من الزكاة يكون سببا لشرح صدره واستقامة حاله. الزكاة ليست مكافأة على عمل صالح، لكن الأصل فيها ألا تعطى، الأصل فيها أن يتحرى الإنسان في إعطائها من يستعين بها على طاعة الله، هذا الأصل أن يعطيها من يستعين بها على طاعة الله، يتحرى يعني يجتهد في أن يبحث عن من يستعملها في طاعة الله عز وجل، فيكون بذلك قد سد حاجة أدى ما عليه من فرض وعان على خير وتعاون على البر والتقوى. يسأل أيضا عن مساعدة المريض في علاج أو كذلك في إجراء عملية جراحية، وأيضا من هو محتاج للسكنة، هل تعتبر هذه من الصدقات الجارية؟ هي صدقة فيها تفريج كربة، وأما كونها جارية فبالنظر إلى ذاتها هي صدقة انقضى الانتفاع بها ببذلها لمن نفعه، لكن لو تأملنا أنه قد يترتب على هذا مثلا العلاج المعالجة من مرض أن يمتد عمره وأن يقوى على العمل فيكون سببا في ما نتج عن عمل صالح، من هذه الناحية هي صدقة يعظم نفعها يعظم أجرها بقدر ما يكون من نفع. أما الصدقة التي تسمى الصدقة الجارية فهي دائمة النفع مستمرة العطاء، هذه الصدقة الجارية. وأما الصدقة التي يقضى بها حاجة ويترتب عليها مصالح ومنافع يعظم الأجر بقدر ما ترتب عليها من مصالح ومنافع. هنا من أسئلة تويتر يقول هل تكرار التكبير والفاتحة في الصلاة للموسوس هل هي لابد لها من سجود سهو أم لا؟ لا لا يسجد سهو، أسأل الله يعينه يكمل صلاته وأعاذه الله من الشيطان ينصرف عن هذه الوساوس، ولو كرر أو فعل فلا شيء عليه. يقول أنا كذلك، هو نفس السائل يقول أجد حرج في صلاة العشاء، فهل علي أن أجمع المغرب والعشاء عند الخروج بعد المغرب في بعض المناسبات عشان موضوع الطهارة ووسوسة الطهارة؟ إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج، الوسوسة مرض يشبه المرض العضوي بل قد يكون أشد أحيانا في شدة وطأته على الإنسان وتكدر تكدر المرء بما ينزل عليه من هذه الهواجس والأفكار، فلا حرج في ذلك له أن يجمع المغرب والعشاء أعانه الله، لكن أقول ينبغي أن يبذل جهده في طلب الشفاء والعافية، لا يستسلم لأن استسلامه لن ينتهي به إلا إلى مزيد عناء وشقاء، أسأل الله أن يشفي الموسوسين وأن يذهب عنهم كيد الشيطان. اللهم آمين. أستاذكم استقبال بعض الأسئلة من السعودية، أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير على البرنامج. الله يبارك فيك، تفضل بسؤالك. الله يعافيك، بالنسبة للدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. طيب. ومعافاتك من عقوبتك. وبك منك، هل هذا الدعاء صحيح ولا صيغته صحيحة؟ طيب سؤال آخر. السؤال الأول بالنسبة لشارب الخمر هل تقبل صلاته؟ طيب
تسمع لك. الله يجزاكم خير ويعطيكم العافيه. وياك، شكرا جزيلا ابو محمد. ام طارق من السعوديه، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي بسؤالك. لو سمحت بسال، لو مثلا بعمل جروب للاولاد في القران، خصوصا انهم يعني بعيد من يعني مو في مدينتي نفسها، فابغى اتابعهم في القران يعني، واعمل جروب يعني. والسؤال الثاني لو سمحت بسال، لو مثلا بترتيب الصور، هل يستلزم يعني ترتيب الصور ما بين السنه والفريضه، مثلا زي صلاه الظهر، اني مثلا لو قرات الطارق في السنه القبليه مثلا في الفرض اني ابدا من بعدها بعدها الصور. طيب طيب، تسمع يا جعفر، شكرا. من السودان، من معنا؟ جمال، تفضل. جمال، جمال تفضل، تعال هوا. طيب انقطع الخط. من الامارات، عبد الله تفضل. يا اخي عندي سؤال. تفضل. عندي غنم يعني اعطاني اياها واحد قال لي ضمها بالنص، نص لك ونص لي. طيب. فيما بعد يعني ابتعدت انا عن الشخص هذا كم سنه، ورحت ابحث عنه ما حصلته. وكيف نعمل بالنسبه للنص اللي له؟ طيب. انت حاولت تبحث عنه ولم تجده يعني؟ ما حصلت. هو يعني غير، هو غير مواطن يعني، له سكن معروف؟ لا. مقيم. طيب. نعم. تسمع يا جابر. ابو احمد من العراق، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. عندي اريد راي الشيخ ذهابي او عدم ذهابي الى صلاه الجمعه، حيث ان المصلين لا يلتزمون بشروط الابتعاد والسلامه من كورونا، يعني اكثر من 100 شخص ما حد يقدر يتكمم، فقط انا بس. طيب. فما ادري اروح عن الفرامل ما اروح. طيب انت بامكانك مثلا تصلي في ساحه المسجد في مكان بعيد، تقدر مثلا خارج المسجد يكون وحدي؟ لا مو بوحدك، اذا كان في ناس يصلون خارج المسجد اذا ازدحم المسجد. قصدي الصلاه فقط، انا لابس كمامه. طيب. اكثر من 100 شهر ما حد يرتدي لا كمامه ولا تباعد، يعني طيب. صلاه كانما واضح. زمن قبل كورونا. واضح واضح، تسمع اجابه ان شاء الله. ما معنى؟ من تونس محمد، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. شوف الاعراض، واتق ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون جاه من القول، اين نجا يعني بالذكر يجعلني بوضح لي الشيخ بارك الله فيك. طيب. معناها كصباح المساء تسبيح لابد معناها نحن لا نشعر معناها بهذا الذكر. واضح واضح. سؤال ثاني؟ عسى. شكرا شكرا محمد. من معنا؟ طيب شكرا للاخوه والاخوات جميعا. الاخ ابو محمد من السعوديه يقول قول او الدعاء، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، كانه استنكر هذه اللفظه وبك منك، كيف الانسان يستعيذ من الله عز وجل؟ يقول هل هذا الدعاء صحيح ام لا؟ هذا الدعاء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فطلبت تتحسسه، فوقعت يداها على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الذكر عظيم المعنى، فإنه استعاذة بالله عز وجل برضاه من سخط، يعوذ برضاك أي أحتمي وأعتصم وألتجئ وأتوسل إليك برضاك أن ينالني سخطك، أن ينالني سخطك وهو غضبه جل وعلا وعقوبته، لأن السخط مقترن بالعقوبة، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وبمعافاتك من عقوبتك أي وبتجاوزك وصفحك وعفوك من مؤاخذتك بالعقوبة. بعد أن ذكر هذين وهما أفعال متقابلة لله عز وجل ثابتة له في الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء الأمة، قال وبك منك، يعني أعوذ بذاتك منك أي من كل ما يكون منك مما أكره،
فالله تعالى يجري على الإنسان الخير والشر جل وعلا بالنسبة للإنسان، وإلا ففعله جل وعلا ليس فيه شر، الشر ليس إليك، فأنت استعيذ بالله من كل ما تخافه منه. ولذلك أمر الله تعالى بالفرار إليه، قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالنذارة تقتضي الخوف والهرب، لكن لا مهرب من الله عز وجل إلا إليه، ولذلك قال ففروا إلى الله. فالفرار إليه كلا لوزر إلى ربك يومئذ المستقر، فالإنسان يفر إلى الله عز وجل بطاعته وبالالتجاء إليه وبالتوسل بما يعلمه من كريم صفاته وجليل صفاته وأفعاله، من أن يناله ما يستحقه العصاة والمفرطون من عقوباته وأخذاته جل في علاه. فالمعنى صحيح، نعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه جل في علاه، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. نحن شيخنا نشكر هذا المتصل الكريم كونه استشكل شيئا فسأل من يعلم عن هذا الأمر. نحن إن شاء الله بلينا في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل وغيرها كون الإنسان يستشكل شيئا ثم بعقله وبدون رجوع إلى مراجع وبدون سؤال أهل العلم يقول هناك خطأ في الحديث الفلاني والمفترض أن تقول كذا، هناك خطأ في الدعاء الفلاني والذكر الفلاني، ثم تنتشر هذه الأخطاء ويأتي من يحذر منها، وربما يصل هذا المقطع الذي فيه الخطأ أكثر من التصحيح. صحيح، وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يسأل ويتعلم ويتأنى، وإذا أشكل عليه شيء يسأل عن هذا الأساس، سؤال يعني كان يعني ابتداء عن ثبوت هذا اللفظ، فإذا ثبت فما المعنى؟ ومعنى هذا الإنسان لا يستعجل، لا يبادر إدراك الإنسان لا سيما الذي لم يطلع ولم يقرأ ولم يراجع ليس محيطا، قد يستغرب شيئا وله معنى صحيح وله وجه سليم خلاف ما تبادر إلى ذهنه وخلاف من قدح في فهمه، وبالتالي لا ينبغي أن يبادر إلى الرد أو التعقب، لا سيما فيما يتعلق بقول الله وقول الرسول، ينبغي أن يكون قول الله وقول رسوله جليل القدر في نفسه، يتهم عقله ونفسه إزاء ما يسمعه من قول الله وقول رسوله. قول الله لا شك أنه ثابت ومعروف ويمكن أن يراجعه بمراجعة المصحف، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى أن يرجع إلى من يبين له أهو صحيح أم ضعيف، فإذا ثبت فعند ذلك لا مناقشة في ثبوته وإنما في تصحيح فهمه أو بيان معناه الذي يزيل ما عرض لهم الإشكال. أيضا السؤال الثاني عن شارب الخمر، يقول هل تقبل توبته أم لا؟ هو يسأل عن إيش؟ يسأل عن شارب الخمر، يقول من تكون من هذه الكبيرة العظيمة، يقول هل تقبل صلاته، هل هناك ارتباط في قبول الصلاة شارب الخمر؟ أما ما يتعلق بالتوبة فليس ثمة ذنب لا, لا, لا يغفر ولا يتاب منه، بل الله تعالى يقول في محكم كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله غافر الذنب، يغفر الدقيق والجليل والصغير والكبير، ومن عاد إليه وجد منه القبول والإعانة على الطاعة والإحسان، ولذلك ينبغي لا يتردد الإنسان في أوبته ورجوعه إلى ربه عز وجل. هناك ذنوب قد رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم عقوبات، منها عقوبات دنيوية ومنها عقوبات أخروية ومنها عقوبات تتعلق بالعمل نفسه وما يترتب عليه من تأثير على أعمال أخرى، فمثلا إتيان الكهان موجب لحبوط أجر وثواب الصلاة 40 ليلة، جاء ذلك فيما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل، سأله ولم يصدق، سأله فقط سؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، معنى لم تقبل صلاه صلاة 40 ليلة يعني الإثم الذي جاء به وهو سؤال الكاهن والعراف عن أمور غيبية ولو لم يصدق يذهب بثواب وأجر 40 ليلة، وهذا يبين الحجم العظيم الذي حجم الذنب العظيم الذي أتاه أنه من كبائر الذنوب، لأن الصلاة أجرها عظيم وهي كبيرة المقام عند الله، فإحباط العمل
إحباط الصلوات، إحباط إذهاب أجر الصلوات 40 ليلة ليس باليسير. يعني هذا السؤال الذي سألته الكاهن والعراف إذا وضعته في كفة ووضعت ثواب وأجر صلاة 40 ليلة في كفة تبددت، هذا رجح بهذا، السيئة ترجح بهذا، وهذا يبين الخطورة. فيما يتعلق بشارب الخمر، جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن عبد الله بن عمر وعن أيضا ابن عمر وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صلاة. من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. يعني إن تاب محى الله ذلك السيء وقبلت صلواته، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تاب تاب الله عليه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن كان مقيما مصرا على شرب الخمر، فإن شربه للخمر يذهب أجر وثواب صلاة 40 صباحا 40 يوما. وبالتالي ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يجافي هذه الموبقة العظيمة التي تذهب بالعقل وتفتح أبواب الشرور، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. الأخت أم طارق حريصة على أولادها ومتابعة حفظ القرآن، تقول: أضع لهم مجموعة في وسائل التواصل وأتابع معهم لأنهم في أكثر من مدينة، هل فعل هذا جائز أو أنه من جهة الرياء أو من جهة إلزامهم بشيء غير لازم؟ أولادها وش المشكلة؟ تعين وتعاون على البر والتقوى، هذا من خير ما استعملت فيه وسائل التواصل، أن تكون عونا على الطاعة. فمثلا إذا قالت لأولادها: نتعاون يقرأ كل أحدنا قدرا من القرآن يوميا، فهذا من التعاون على البر والتقوى والتشجيع، وهو من الخير الذي يعني يتواصل الناس به، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: وتواصوا بالحق. هذا من التواصي بالحق، أن يحث بعضنا بعضا على الطاعة والإحسان وعلى تلاوة القرآن وعلى الذكر، فهذا من المعاني العامة التي تدخل في هذا من الأمور التي تدخل في هذه المعاني العامة. السؤال الثاني تقول: الآن في الصلاة شيخنا، ترتيب السور أو القراءة في ركعة والركعة الأخرى بترتيب المصحف، هل هو كذلك ينسحب على كون الإنسان إذا مثلا صلى راتبة الظهر فقرأ بسورة أن يقرأ أو بسور أن يقرأ في الظهر بسور بعدها في الترتيب، أو أنها منفصلة؟ لا، منفصلة، كل صلاة لها ما يخصها من الأحكام المتعلقة بترتيب ما يقرأه، سواء كان ترتيب السورة نفسها فيقرأ في موضع من آخر السورة وفي الصلاة الثانية يقرأ من أولها، أو ترتيب بين السور. الأخ عبد الله من الإمارات يقول: عندنا غنم ونصف لي ونصف لي المقيم أو العامل، وبعد مدة الرجل اختفى فبحثت عنه فلم أجده، الآن ماذا أفعل بهذا النصف الذي يخص هذا الرجل وربما يكون هناك بعض النتاج له؟ ما يخصه مع نتاجه فهو له. وأذكرك بقصة الرجل من الثلاثة الذين آهوا إلى غار، فقال أحدهم: إني استأجرت أجيرا، فذهب ولم يأخذ أجره، ثم جاءني بعد أمد يطلب أجره، وكان قد نمى ما كان من أجري حتى أصبح الأجر غنما كثيرا وبقرا وما إلى ذلك من الماشية، فلما جاء يطلب أجر قال: كل هذا أجرك؟ قال: تهزأ بي؟ قال: لا أهزأ بك. فاستاقه وأخذه كله. فإذا استمر الأمر على هذه الحال، فما يتعلق بنصيب صاحبك هو له، وإذا كان يترتب على هذا نفقات فلك أن تحسبها وتخصمها، إما إذا جاء أو تخصمها مما ينتج من هذه الرعية. إن قلت: والله أنا ما أمن على نفسي وقد أموت أو قد يعتريني ما يعتريني، أو أريد أن أبيع هذا الغنم، فإذا بعت أو تصرفت
بنصيب صاحبك فسجل قدر الذي له وأثبته بحيث تبحث عنه، فإن لم تجده كما أفت فإما أن تتصدق بها عنه بنية أنها له، وإذا جاء إن شاء أمضى صدقتك وإن شاء عوضت طلبك التعويض ويكون الأجر فيما تصدقت لك، وإن شئت أن تمسك المال بعد إثبات ما له منه أي مال العامل منه فالأمر يرجع إليك. الأخ أبو أحمد من العراق يقول أريد أن أصلي الجمعة لكن المسجد الذي أصلي فيه الجمعة لا يلتزمون بالاحترازات الصحية، فيقول لا يلبسون كمامات ولا يتباعدون، فيقول هل يجوز لي أن لا أحضر صلاة الجمعة بهذا الوضع؟ هو ينبغي الحقيقة للمصلين ولعامة الناس أن يتبعوا ما تصدره الجهات ذات الاختصاص من جهة الإجراءات الاحترازية، فمصلحة ذلك عائدة على الجميع والنفع فيها لا يقتصر على فرد، ومن كان يعني يقول أنا متوكل على الله فكلنا نسأل الله أن يرزقنا التوكل عليه، لكن التوكل لا يتنافى مع الأسباب. لكن لو قال أنا لا أتعاطى هذه الإجراءات الاحترازية نقول له يا أخي لا يجوز لك أن تؤذي غيرك، هذا نموذج من نماذج الأذى الحاصل أنه يمتنع من الصلاة في المسجد لكون جماعة المسجد لا يلتزمون بالإجراءات التي توجه إليها الجهات ذات الاختصاص، فينبغي التعاون، ويعني الجهات المختصة لم تفتأ التنبيه إلى هذا والتأكيد عليه، فينبغي الالتزام. ونحن ولله الحمد في المملكة العربية السعودية يعني الجهات المسؤولة عن المساجد ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية تتابع هذا الأمر متابعة دقيقة وتؤكد عليه بين فترة وأخرى وتنبه تنبيها يحث المصلين على الالتزام ويذكرهم بضرورة الاعتناء بهذا الأمر، لا سيما وأننا نشهد ما يبثه الناس من أهل الاختصاص في الصحة بأنها ثمة موجة أخرى لهذا الفيروس، أسأل الله أن يرفعه عن العباد والبلاد وأن يكشف ضره عن البشر، فينبغي الحرص على أخذ هذه التدابير، هذا من جهة. من جهة ثانية ما يتعلق ب إذا بلي الإنسان بمثل هذه الحال أنه في جماعة مسجد لا يلتزمون بالتباعد، هل هذا عذر له في أن لا يشهد الجماعة أو الجمعة؟ إذا كان يجد مخرجا بشهود الصلاة عند مسجد آخر يمكنه الوصول إليه يلتزم بهذه الاحترازات فلا يفوت على نفسه الخير وليبادر إلى ما أمر الله تعالى به في قول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن إذا كانت المساجد على هذا النحو أو الجهات التي يمكنه الوصول إليها على هذه الطريقة لا يلتزمون، فإذا كان لا يمكنه أن يأتي ويصلي في الساحات الخارجية أو بقرب المسجد فإنه يعذر في ترك الصلاة، يعذر لأن هذا خوف والخوف مما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة. نحن في الدقيقة الأخيرة من البرنامج، والأخت محمد من تونس تسأل عن المعنى الإجمالي لهذه الآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. هذا توجيه إلهي في أول الأمر بذكره جل وعلا في هذين الوقتين وهما البكور والعشي في الغدو والآصال، والتوجيه إلى والذكر هنا يشمل كل الذكر، الذكر المستحب والذكر الواجب من الصلوات المفروضات، والتوجيه إلى أن لا يرفع الإنسان صوته بالذكر رفعا يحصل به الخروج عن الاعتدال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يرفعوا أصواتهم بالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
بهديه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع سنته والعمل بهديه. اللهم أمين. نشكركم شيخ خالد في ختم هذه الحلقة. وأنا أشكركم وأشكر الأخوة والأخوات على الإنصات والاستماع والمشاهدة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما يحب ويرضى، وأن يعم الخير البشر، وأن يرفع عنا وعن البشر هذا الوباء، وأن يعيدنا إلى أحسن ما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في موعدنا المعتاد الثامنة ليلا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.